بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، اللهم اعتق رقابنا من النار. وما زلنا مع موطأ الإمام مالك رحمه الله، ما زلنا مع كتاب الاعتكاف. قال: باب النكاح، باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك رحمه الله: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن للمسيس. قال: والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. قال رحمه الله: ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. قال يحيى: قال زياد: قال مالك رحمهم الله: ولا يحل الرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، فيكره ولا قال فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريضة ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، فأمرهما بالنكاح مختلف. قال مالك رحمه الله: وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك، يعني يعقد عقدا ولا يبني بها ولا يدخل ما لم يكن مسيس، لأنه المعتكف لبث انفرد بنفسه ليخلو بربه ذكرا لله جل في علاه، فلا يناسبه المباشرة. قال الله تعالى: وأنتم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمرأة المعتكفة أيضا تنكح، تخطب ويعقد إليها، نعم، لكن بدون مسيس أيضا. نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس فيمنع ويحرم على المعتكف من أهله حاجاته من زوجة أو أمة بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار من الجماع وغيره، ففرق بين الصائم بلا عكوف. ولا يحل للرجل ان يمس امراته وهو معتكف، يعني لا يحل له ان يمسها مسيس الجدال، يعني التقبيل والضم وغير ذلك، لكن لو مسته كتفريه الشعر وترجيل الشعر وغسل الراس بلا لذه فلا مانع، لان النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها وكانت ترجله وهي حائض تدخل المسجد، وكان هو معتكفا. قوله: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، كما قلنا. قال: ولا يتلذذ منها بشيء من قبلة ولا من غيرها، نعم، يعني لا يمسها مسيس الشهوة الذي يفضي إلى الجماع، لأنه محرم عليه ذلك. عموم قول الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. يقول مالك: ولم أسمع أحدا يكره المعتكف الذكر، لا المعتكف الأنثى، لم أسمع أحدا يكره المعتكف الذكر، لا للمعتكف الأنثى أن ينكح في اعتكافه أن يعقد. ولذلك مالك قال: جواز العقد عقد الملك، لكن عقد المسيس لا، المبدي للنكاح لا. يعني لا سيما وأنه شرع في الاعتكاف، ومن شرع في النفل يكون عند مالك أنه ينقلب إليه فرضا. وقال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه من لم يكن معتكفا، والصائم ينكح، المحرم لا ينكح، ونكاحه باطل أشد حرمة. فالمحرم يأكل ويشرب وغير ذلك، والصائم لا يأكل ولا يشرب. فافترق، ولأن المحرم أيضا يحضر الجنائز ويشاهد ويعود المريض ولا يتطيب، والمعتكف يتطيب ويدهن ويرجل شعره ويتزينان ويتنظفان. هذه أيضا فارقة بين المحرم وبين الصائم، وأراد أن يبين الفرق بين الصائم وبين المحرم، وبين المعتكف وبين الصائم المحرم. لما لا يصح نكاح المحرم ويصح نكاح الصائم إن لم يكن سبيل إلى العلوج. فلما اختلف في الحال اختلف في الأحكام، ولأن النص جاء بالحرمة لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك: وذلك الماضي من السنة
في نكاح المحرم والمعتكف والصائم الى اعتكاف، فيجوز لهما دون المحرم، لان مفسده الاحرام اعظم من مفسده النكاح، ولان الاصل الجواز فيما خرج المحرم الحديث وبقى ما عدا على اصل الجواز، لان المعتكف له ما يمنع ما لا يمنع من النساء، وهو لزوم المسجد والمحرم غير منعزل عن النساء، لانه ينزل معهن في المنائل ويخالطهن فيطوف عليهن. لذلك المنع كان بدا في الحج. واما بالنسبه للصوم والاعتكاف يجوز النكاح دون المسيس، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق. نعم. ثم قال رحمه الله: قال باب ما جاء في ليله القدر. قال حدثني زياد عن مالك عن يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ورحمه الله الجميع انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21 وهي الليله التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر، وقد رايت هذه الليله ثم انسيتها، وقد رأيتني أسكد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. احنا الكلام عن القدر، ليلة القدر هي من افضل الليالي في العشر الاواخر من رمضان، ولذلك عشر ليالي رمضان افضل من عشر ليالي العشر الاول من ذي الحجه، فيها ليله، هذه الليله ليله القدر. قال في الله جل وعلا: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، وفيها ليله ايضا يفرغ فيها كل امر حكيم، يكتب الحاج والمعتمر ويكتب ايضا الطائع والمعاصي وغير ذلك، كل شيء يكتب، هذه الكتابة العامية، الكتابة في ليلة القدر، وليلة القدر تتنزل فيها الملائكة من كل حدب وصوب، وسميت ليلة القدر لعظيم منزلتها ونزول القرآن فيها والوصية بأنها خير من ألف شهر، تتنزل فيها الملائكة ونزول البركة والمغفرة والرحمة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يقول ابن عباس: نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة ليلة القدر، ثم فرق ونزل على الأحداث 23 سنة، بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر فيها أحكام السنة. رواه عبد الرزاق وغيره بأسانيد صحيح عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم وغيرهم من المفسرين، وقال الدرقشتي: إنما جاء القدر بسكون الدال، وكان الشائع في القدر مؤخر القدر القضاء فتحها القدر، يعلم أنه لم يرد ذلك، إنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديد في تلك السنة ليحصل ما يلقى إليه فيها ومنظارا بمنظار. وقال غيره: القدر بسكون الدال ويجوز فتحها مصدر قدر الله الشيء، قدره قدرا كالنهر والنهر. أما مالك عن يزيد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ريم بن الحارث التيمي تيمي قريش المدني في سنة 2100 على الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أنه من السبعة المكثرين عن النبي الأمين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط جمع وسطى، ويروى فتح سيناء هذا الوسط الجبر الكبر، وروى البادي بإسكانها جمع وسط كبازل وبزل. قال الحافظ بعد قبل سيوته أن الذي في منطقة البادي وقع في كتبين مقيدا بالواو بضم الواو والسين، واحتمل أنه جمع أوسط واسط النهائي أنه كان يعتكف عشر أواسط من الشهر، العشر الأواسط بعد عشرة إلى 21. هنا في قوله من رمضان دلالة على المداومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مداوما، فإن النبي اعتكف في العشر الأوائل ثم اعتكف في العشر الأواسط
ثم قيل له ان الذي تطلب امامك. فاعتكف العشر الاواخر ووقف وعكف عليه. فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 23 الليله التي يخرج فيها، لانه اعتكف 10 الاواخر. ومن صبحها رواه يحيى وابن بكير والشافعي ورواه على فيها ابن القاسم والنوال وجماعه يخرج فيها من اعتكافه. لم يقولوا من صبحها. ورواه ابن وهب وابن الحكم عن مالك من اعتكف اول الشهر او وسطه خرج اذا غابت الشمس اخر يوم من اعتكافه، ومن اعتكف من اخر الشهر فلا يمسح في بيته حتى اشهد العيد. هذه السنه التي نقلها عن اهل المدينه. قال ابن اكبر وقد استشكل ابن حزم وغير هذه الروايه، لان ظاهر انه خطب اول يوم 21 فاول ليالي اعتكافه، الاخر ليالي 22 فيخالف قوله الاخر، لكنه اراد ان يخرج ليله 21 صبيحه 21. فجاء جبريل فقال له ان الذي تطلب، لذلك قال من اعتكف معي العشر الوسط فليعتكف العشر الاواخر، لانه قال الذي تطلب ليله القدر امامك. قوله وقد رايت هذه الليله، يعني وراء ليله القدر ليله 21. لكن تلاحى رجلان وجهل بعضهم على بعض أو تنازع واحتد النقاش فأنسيها النفس السلام. قالت فيها دلاء أن المنازعة مفسدة، ليست بعدها مفسدة، من مفاسد أن النفس السلام نسي لاية القدر. قال إني كنت قد رأيتها فتلاحى رجلان فنسيتها، ولكني رأيتني أسجد في صفيحتها على ماء وطين. قال أبو سعيد فأمطرت الدنيا ووقف المسجد كان سقفه من الأعاليش، ووقف المسجد فسجد النبي في الفجر فقام فأرى قد رأيت أثر الماء والطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك عن هذه الليلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة 21. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بأن ليلة 21 ثابتة، قال التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في الأوطار منه. فليلة القدر متنقلة، في كل عام تكون في ليلة، وتقوم في ليالي الشفع أيضا، لأنه قال التمسوها في العشر الأواخر، لكن قال آكد في الأوطار منه. وقلنا إذا كان الشهر 30 فحديث في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، كله على الشفع. فتكون ليلة القدر على 21 أو 23 أو 25 أرجى ما تكون في الأوطار. قال فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في الأوطار منه. الفوائد المستنبطة: حرمة جواز نكاح المحرم إن لم يفضي إلى الجماع، جواز نكاح المعتكف آسف إن لم يفضي إلى الجماع. ليلة القدر متنقلة، يا ابن انت هتستأذن ولا ايه؟ ليلة القدر متنقلة ليس سبب النزاع يذهب بالجماعة. قال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.